اللي خلى البلد عليهم ربنا يعينه، في غربهم يبات ومنهم تطلع عينه. البنت فيهم لو تعزها ست بيت مراعية جزها، فجأة تيجي لو يبوزها من أي حاجة تعمل قضية. اللي خلى البلد عليهم ربنا يعينه، في غربهم يبات ومنهم تطلع عينه. حلوة بعبلها وحشة أو تحفة في جمالها، دي البنات في الدنيا بحالها الحب هما والحنية. شعرها يبقى منكوش نكشة بس غوي يهزر ومنخشة، تعيد حاجبها وتعمل قفشة في مواضيع سهلة وعادية. بس مهما نشوف ونتعب البنات هي اللي تكسب، بيهم تبقى الدنيا أحلى من غيرهم تضرب الدنيا تقلب. اللي خلى البنات عليهم ربنا يعينه، في غربهم يبات ومنهم تطلع عينه. بنات ما تخلصوا بقى كده، الواد طارق هيملص. ده انا ما صدقت ادبسه في العزومه دي، عاوزاكوا تخربوا بيته. انا اصلا مش هخرج معاكوا النهارده من اساسه، انا هقعد اتفرج على البرامج التعليميه. النهارده في درس عن الامعاء الدقيقه. يا اختي فكك من المصمت اللي انت معايشانا فيه ده بقى، وتعالي نضرب لنا شوب مانجا ونتمشى دنجا دنجا. يوه البادي الفستقي بتاعي اللي بحبه وقع من على الحبل وانا بجيبه، انا بجد بكره المشبك الوحش اللي وقعه ده. انت ممكن تلبسي اي بادي من عندي، انا اصلا مش خارجه، وبعدين انا بكره اللي اسمه طارق ده بصراحه. يا حبيبتي ما ينفعش، عشان انا رفنطوعه وبادياتك مش بتيجي على مقاسي. خلاص البسي اتنين قصاد بعض. بقول لك ايه يا بت، ما تقضيها بنطلون وخلاص وتبقي زي الفل. يا رب يا ساتر. فل ايه وياسمين ايه وجرجير ايه اللي عمالين تتكلموا فيه؟ ايه المشتل اللي انت داخل بيه على الصبح ده؟ فيه ايه؟ فيه ايه؟ فيه انكم متزوقين ولابسين ومشتشورين وخارجين، وكني مالكوش ابن عمه لسه حسه في الدنيا. حس؟ هو انت عندك احساس يا بارد يا سنيح يا ابن الغالية؟ عندك حق والله يا لولو، انا فعلا بكرهك، انت ما عندكش احساس زي مشبك الوحش بالظبط. اشتموا زي ما انتوا عايزين، انا برحب بالنقد البناء. ايه يا ابني انت واخد الغتاتة حصري؟ بصي من الاخر كده، ان ما كنتوش هتاخدوني معاكم في الخروجه اللوز دي ومانجه ودنجه، انا هقفل عليكم الباب من بره. يا بابا يا ماما يا بدومي. بالنسبه لبابا وماما، انا قفلت عليهم باب الاوضه من بره، وبالنسبة لدبدوبي فاني حبسته فوق في عشة الأنارب، سايبهم واخدين على بعض موت موت موت. يا بعيد دبدوبي هجوم. تعالى يا بنت انت وهي. ما يطلع رومك يا بنت. عيب يا بنت، عيب عيب يا بنت. انت الدارة انت شعر يا بنت، انا لسه سرحه. مش معقول مدينة الطالبات اللي انا بقيت قاعد فيها دي. استحمد ربنا، قاعد في قاعده فيها خمس موزز ايه؟ ايوه بس للاسف فيكم اخواتي، وفيكم اللي زي اخواتي، وفيكم اللي مش حاسس بيا ولا بعذاباتي. واو اخويا بقى قديم موت، شكله بيسمع عبد العزيز محمود. على فكره بقى يا جماعه، عبد العزيز محمود رومانسي موت ورايق خالص، بس عايز اللي يفهمه. ما تقولي لنا يا بنتي فين صاحبتك دي؟ عايزه الحق مؤتمر دوده القز من منظور متغير. أم عماد جاية حالا. أم عماد؟ ليه حد هيولد؟ أم عماد دي مش جاية، دي صاحبتي. يا ابني دي أكبر ساحرة في التجمع الخامس. عموما أنا جاية القعدة الفقعة بتاعتكوا دي بس عشان ناوية أعمل تقرير عن مشاعر العفاريت في مرحلة المراهقة. دي خرافات وجهل وخزعبلات، وأنا بقى هثبت لكم. هو الكلام ماله تخن كده ليه؟ صلاح هات لهم 1 2 3 4 5، هات لهم 5 نبات القرنبيط المركز. أوكي. على بال ما أنا أروح أضرب حجرين مشمش على القهوة اللي جنبنا. سهام هو ليه طلب لنا نبات القرنبيط المركز؟ انا ثواني هروح التواليت، وهو حد فيكم ينام عليا. لا معلش عيب عليك، ما يصحش. بدي تافهه جدا جدا. على فكره معاكوا حق، هي تافهه جدا بس مسليه. محلاها عشت الحماه.
على فكره يا بنات، ده انتوا لا شفتوا حمامات ولا تعرفوا حمامات، الدوره جوه انضف من اوضه نوم ابوك عبد الحميد. انا استحيت ادوس عليها بالكوتش. واو ام عماد روحي. انا مش حياتي ازاي كتبها، لسه حالا كنا بنجيب في سيرتي. هو انا بقيت مشهوره قوي كده؟ اقدم لكم يا جماعه ام عماد صاحبتي اللي كلمتكم عنها. هي دي بس الطريق زحمه، يعني ما جبتوش عماد يوصلك ليه؟ لا انا انسه. هش هش بتقولي كده قدام البنات الصغار يا فضحتك. ام عماد دي درجه تميز سحريه، زي كده لقب او رتبه. الساحره مننا في بدايتها خالص بينادولها يقولوا لها يا ام اشرف، شويه بتترقى تبقى ام ايمن، لحد بقى ما بتعمل عمل خارق جدا فبتوصل لام عماد. طب بأمارت ايه يعني؟ مش شايفه فيكي اي علامه سحريه خالص. ايوه فعلا يا ام عماد، فين فين المقاشه السحريه بتاعتك؟ تلاقيها كسرت وهي بتكنس المغاره. على فكره انت قديمه طحن، انا جايه بالفيسبا بتاعتي بس عشان خاطر محي الدين ابو العز واقف. على فكره مفيش حاجه اسمها السحر اصلا. على فكره بقى السحر فضلوه عن العلم ولا مؤاخذه. تحبي تشوفي الكارنيه بتاعي؟ يا بنتي يا بنتي سيبي شويه في المج. خدي بالهنا والشفا يا انوش، بس بليز بليز سيبيني شويه صغنطتي. يا هي مقرفه، انا مش قصدي، انا قصدي سيبي شويه علشان ماما تقرا لك المج. مج ايه ده اللي تقراه يا بنتي؟ هو جنان يومي. هتشوفي دلوقتي، وريني المج بتاعك يا يا هيان. يا مامتي دي عرفت اسمي. دي مش علامه على فكره، هقراه دلوقتي وهقول. عندك موبايل بيرن، عمال يرن، لسه بيرن بيرن بيرن. اهدي اهدي، ما تعملي فايبريشن وتخلصي يا ام عماد. معقول معقول يا محسن انت بتقرا روايات عبير؟ انا عندي المجموعه الكامله يا حبيبتي. بجد بجد انا مش مصدقه رومانسيتك دي، بجد بجد اول مره حد يقدر يلفت انتباهي اكتر من تامر حسني. اوعى تكون بتغير يا بيه. اغير من تامر؟ اغير من ايقونه حبنا؟ تامر ده الجناح اللي بيضلل على قصتنا، وبعدين انت ناسيه تامر ده اللي جمعنا يا حبيبتي. طبعا كنت داخله اتفرج على عمر وسلمى للمره ال15، وانا كنت داخله للمره ال17. شفتك خطفتيني. شفتك ملكتي. الفشار وقع مني والتات جبتهولي. حبيتك، وكانت اسرع قصه حب في دور عرض مصريه، بس انا خايفه نسيب بعض. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ دايما كده، دايما كل قصص الحب بتنتهي بالفراق، يا اما الحبيب بيموت او يتجوز بنت عمه عشان الميراث، او ياخدها من اسراء ويسافر السعوديه. ما تقلقيش يا حياتي، انا صحتي بومب، وبنت عمي حامل ومحطوط على قائمه الممنوعين من السفر. ليه يا حبيبي؟ غسيل اموال مصلحه. حبيبتي انا دلوقتي اطمنت عليكي مع فتى احلامك اللي هيسعدك، بس اهم حاجه انه يكون بيحبك حب حقيقي. يا مامتي يا حبيبتي ما تقلقيش خالص، انا ومحسن بنحب بعض، بنموت في بعض، اتخلقنا لبعض يا مامتي، احنا تقريبا بعض. الله الله عليكي، انا فرحان بيكي قوي يا بنتي. ربنا يسعدكم يا حبيبتي. يا رب. يا عارفه يا عايده، بنوتي بتفكرني بأيام قصة حبنا. أنا وأمي كنا برضو بنحب بعض، بنموت في بعض، تقريبا أنا وهي بعض. إنما دلوقتي الحمد لله الحمد لله ما بنطقش بعض. أيوة، من يوم ما خليتينا أمد إيدي على فلوس الدورة الرمضانية عشان أجيب لها التغيير اللي نفسها تلبسه. يا بابتي يا حبيبتي أنا مش عايزك تقلق خالص، انا ومحسن ما بتهمناش الفلوس. الله. ولا التيارات يا عيني ولا الترنجات، احنا كل اللي يهمنا حبنا وبس. نعم يا اختي نعم، يعني ايه هياخدوا يجيبوا بلاش كده مش هيدفع حاجه؟ يا مامتي يا حبيبتي ما تقلقيش، انا ومحسن هنبني بيتنا بكل حب. الله. تصوري يا مامتي، تصوري يا بابتي، ده مصمم الفيلا بتاعتنا على شكل قلب. اكيد قلب واحمر. يا سلام الولد ده بيفهم، ادي الناس اللي بتفهم يا عايده. يا فاكره فاكره ما قعدت اتحايل عليك انت وامك تجيبوا لي اوضه نوم فيها سرير، هما الاثنين في نفس واحد، ليه؟ مالها الارض؟ ما حصيره الصيف واسعه عشان تاخدوا راحتكم في الدحرجه.
يا سلام. طب انت ناسي بقى؟ فاكر؟ فاكر لما خلتني ازرع لك الحمام نجيله انا اتكلمت؟ وانا زرعت الحمام نجيله ليه؟ ليه؟ مش الحمام كان من غير تواليت؟ هيتصل مش هيتصل، رايك ايه ده بدوبي هيتصل ولا لا؟ الو؟ ايوه يا حبيبي. ايه؟ لا مغسلة دراي كلين ابو رجب؟ مفيش رجب هنا، اقفل يا وحش. طب وبعدين يا دبدوبي شكله اتاخر قوي، خايفه يكون ده وهو بيغير في المترو. الو؟ يا حبيبي. نعم ماما همت؟ لا مفيش هنا ماما همت، اقفل يا وحش يا حمار. كده شكله مش هيتصل خالص يا دبدوبي. مين بقى المره دي؟ الو؟ لا مفيش هنا كشري حبيبي. سوري يا بيبي. عارف يا محسن يا حبيبتي، انا امبارح اتصلت ببزعه الاغاني وخليتهم يعيدوا اغنيه شاديه يا دبله الخطوبه عقبالنا كلنا 5 مرات. ايوه يا حبيبتي سمعتهم، حتى شاديه اتلخبطت في المره الرابعه. ياه انا كده اطمنت ان احنا هنفضل مع بعض طول العمر. طبعا يا حياتي، الموت نفسه مش هيقدر يفرقنا، لان الموت لو خدك انا هازمه وهموت نفسي واجيلك ونكمل قصه حبنا في الجنه براحتنا. مش عارف تعتقد يا حبيبتي احنا ممكن ندخل الجنه بعد كل اللي احنا بنعمله ده؟ ده كفايه اللي احنا بنعمله على النت. محسن ممكن تحترم اللحظه بعد اذنك؟ قشطه يا حبيبتي. ما تتلم يا اختي انت وهو. اعذرنا يا بابتي، اصل انا وهو بنموت في بعض. احنا عايشين لبعض، احنا من الاخر بعض. يا حبايبي يا حبايبي، وانا هخبطكم ارزعكم اهبطكم مع بعض. اخبطنا انا يا امكن بس هيام، لا انا اللي لازم اضحي. بس هيومتي حبيبتي لا، ارزعني انا يا بابتي، اكسر رقبه اللي خلفوني. بس محسن يا حبيبتي لا. وانا يا ولاد استحاله احرمكم من بعض. بحبك بحبك بموت فيكي. حطها حطها بركات ببطن رجلك. مشكله بركات ده. ايوه بس ما بيعجبنيش قوي لانه ساعات كتير بيغش حركات من بتاعه ابو تريكه تلميذي. لا ابو تريكه ده الكبير. مالك يا حياتي؟ انت ايه؟ بحبك. لا معرفناها دي يا اخوي. انت ايه من جوه؟ بموت فيكي. بقولك ايه يالا، بقولك ايه، يا تحترم نفسك يا حاج، التلفزيون جوه اتفرج لوحدي. لا ابوس ايدك ده النهائي. ايه ده؟ انت اهلاوي متعصب؟ الحمد لله يا انكل على نعمه التعصب. يا يبقى فكرني نقرا الفاتحه في الهفطين. استنى انت وهو، اقصد استنى انت وحضرتك. هو انت فعلا مش زملكاوي؟ نعم يا اختي زمل ايه، انا اهلاوي من ضهر اهلاوي. ادي النسب اللي يشرف يا ابني. بقولك ايه، انا لا عاوز منك مهر ولا شبكه ولا شقه حتى، خدها بهدومها وما بنت روحي مع جوزك. يا كذاب يا غشاش يا مخادم يا اهلاوي. الله 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 الله، هي الاخت من اخواننا البعده ولا ايه؟ طب حس كده بقى عشان ما نخسرش بعض، انت لسه عندك فرصه تثبتي لي فيها انك بتحبيني. لا يا ابني، انت عشان تطمن تاخدها من ايدها تخليها تشهر اهلاويتها في فرع الجزيره. اخرسوا اقصد اخرس انت بس، ده انا اموت قبل ما رجلي تخطي النادي ده. يبقى هتخسريني للابد. والله انت الكسبان يا ابني. يا سلام، يعني هم من قله البنات الاهلاويه في البلد، وبعدين انت ايه اللي يخليك تدخل واحده زملكاويه في بيتك تجيب لك الفقر؟ يا سلام، وليه كل مره انا اللي لازم اضحي؟ ليه مش كل مره انت اللي لازم تضحي؟ ليه ما تبقاش زملكاوي؟ ها استحاله انسي، انا بكرهك انا مش طايقك. طب هات الدبدوبي بتاعي اهو. طب الاهلي بنت ساعه لك بتعرف عيد ميلادك. مش هتاخدها. ومش كده وبس، افتكر كده جبت لها ايه في الفالنتاين؟ انا مش عاوزين نسيب اي هديه في ايد واحده زملكاويه. اهلاوي متعصب. زملكاويه فاشله. يلا اللي تسكتوا من باتشوك. مش احسن من اللي تسكوا على ايد بني عبيد؟ اهم 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 الشياطين اهم 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 الشياطين اهم 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 الشياطين اهم. لا استحالة، على فكرة على فكرة انت كدابة. اه والله كدابة، استحالة استحالة فتى احلام يدمرني ويعمل فيا كده. يا سلام، على فكرة مجد محمد عمره ما يكذب ابدا، وبعدين هي ايش عرفها انك زملكاوية متعصبة؟ على فكرة ان شاء الله وباذن الله هتجوز واحد زملكاوي متعصب، وعلى فكرة بقى هتجوز زملكاوي بيحدف الناس بالطوب وبيشتم الحكام. الاهلي في كل حتة عمال يجيب اجوان. والله براوة عليك يا ام عماد، اترينه لا شربنا في مجات قبل كده
ولا عمرنا شربنا في مجات. ها؟ عايزه تتجوز لي واد زملكاوي نحنوق. معلش يا ام عماد، اصلهم مش متعودين على المواقف السحريه الشريره دي. بقول لك ايه، بلا مواقف سحريه بلا مواقف مقليه. هاتي ده بقى وامسكي ده وريني هتعملي ايه. انت برضو هتشاركي في المهزله دي يا ريهام؟ استني يا سوسو، انت على جنب ما نشوف مين هيغلب مين. ها قدام الجريده معارضه. يا سلام. وهتعملي تحقيق صحفي كبير، وهتبقي اهم صحفيه في مصر، وهتقابلي الراجل اللي يناسبك ويستحقك. ممكن اقعد هنا؟ اشمعنى هنا يعني؟ اصل ده المكان الوحيد اللي فاضي في الكافيه. عموما انا اسف لو كنت بزعجك. كافيه لم؟ نعم؟ مفيش. ايوه. لا الموضوع ببساطة ان دي جمعية اسمها المرأة تلات ارباع المجتمع، بحاول ادافع فيها عن حقوق المرأة. يعني صباح الفل يا سمير بيه. ازيك يا ابو صلاح، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تمام. طيب اكلمك بعدين. هو حضرتك زبون هنا؟ لا بصي، هو انا في الوقت ده عامة ببقى في ندوات مؤتمرات. الكافيه ده بعتبره المقر الدائم للجمعية بتاعتي. ريهام عبد الحميد، صحفية في جريدة المرأة هنا وهناك. سمير الكبير، رئيس جمعية المرأة تلات ارباع المجتمع. تشرفنا، بس أنا أول مرة أسمع عن الجمعية دي. هو للأسف في تعتيم عليا من الإعلام. أنت عارفة الفكر الذكوري مستشري للغاية في مجتمعاتنا الشرقية، ورافض أي صوت بينادي بحقوق المرأة. بحقيقي للأسف. بس أنا لن أسكت ولن أيأس، وسأظل أنادي بحقوق المرأة. المرأة الشرقية دلوقتي بقى حال عامل زي حال طائر البطريق في دولة الهند. ده متبهدل آخر بهدلة، دول بيدوا له وجبتين بس في اليوم وبيشربوه ميه من الحنفيه، تخيل. منين عنه التلج؟ البوتيك ده كان بمثابة إثبات لشخصيتنا يا سمير، إحنا أربع بنات بقى وإنت عارف لازم نكون قد المسؤولية. لعلمك أنا معجب جدا بالخطوة دي، وكنت عايز أستغل الظروف وأطلب منك طلب، بس يعني مكسوف شوية. لا ما تتكسفش خالص، أطلب. بص يا برنس، أنا ممكن أعمل لك ديسكاونت على الدباجيب وعلى كفرات الموبايل السيليكون. سيليكون؟ لا أنا ليا في الجلد الطبيعي. هو في محاضرة يوم الأربعاء الجاي وكنت عايزك تيجي تحضري فيها. محاضرة؟ بقالي شهرين بلف معاك على المحاضرات يا سمير، ما تغير بقى. نغير؟ نعملها مؤتمر. يا دي النيله، بقول لك ايه، ما تيجي معايا فوق في البيت نقرا فاتحه. يلا يلا. اوكي. كوبل درزل جدا. رضاني الف مبروك يا عبدو. سمير قرا فاتحه ريهام. سمير مين؟ انا. ازاي يا عيد؟ ازاي تقري فتحة ريهام من غيري؟ مت انا ولا مت؟ ليه حضرتك الراجل الشرقي هو اللي عايز يستأثر بكل الامتيازات؟ يتجوز اربعة، يطلق بمزاجه، عايز يعط قالوه صغير لعوامة في الكتكات، حتى في جوازة بنته عايز يبقى رقم واحد. يا ابني لازم يبقى رقم واحد، لان هو الجول كيبر بتاع العيلة، هو الحارس الامين بتاع العيلة. بس بقى عبد الحميد مش جول كيبر فقط، لا 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 لا، ده جول كيبر وهداف محترف. انت ما سالتش عليا قبل ما تيجي ولا ايه؟ يوه ما خلاص بقى يا عبد الحميد، خلاص اللي حصل حصل وقرينا الفاتحه. ملحوقه ان شاء الله في البيت الجايه وعليك خير، هتبقى انت الكل في الكل. ماشي يا عايده، ماشي. عموما انا هعتبر قرايه الفاتحه دي ماتش ذهاب فقط. إن شاء الله بقى في ماتش العودة اللي هو الفرح يعني هيبقى كلمتي أنا هي الأولى والأخيرة. ماشي، يعني أنا اللي هفرق الملبس. مبروك مبروك، وناويين تسموه إيه بقى إن شاء الله؟ ياد بقول لك اتخطبت مش حامل. سوري معلش، المناسبات دخلت في بعض. المهم يعني أنتوا لاقيين على بعض. ها جدا، ده خلاص جالنا امبارح البيت وطلب إيدي. طلب إيدك؟ ليه، هي إيدك رقمها كام؟ حلوة. لا مش حلو. المهم يعني هو التيب بتاعك جدا يا طارق، ده بيحبني قوي ومهتم قوي بحقوق المراه، على طول كده تلاقيه بيعمل ندوات، بيعمل مؤتمرات، بيعمل موسوعات. ايه انت مرتبطه بموقع على النت؟ شيخ نايل بقى اهو. سمير. سمير ايه، استخبى في دولاب الكافيه؟ هاي سمير، ازيك؟ اقدم لك طارق صاحبي من الجورنال. صاحبك؟ اهلا. سمير الكبير خطيبي. سمير الكبير؟
هما ليه ما جبتش معاك سمير الصغير او سمير الاسكندراني؟ حلو حلو. انا وطارق زمان من زمان على فكره. والله حاجه عظيمه قوي. عظيمه. اه انت بتحتفل بعيد الجلاء ولا ايه؟ على فكره يا سمير، طارق برضو مهتم جدا بالمرأة. ده ما هو باين اهو، وبتخرجوا مع بعض بالكم كتير. اوه من زمان قوي ما تعدش. بس طبعا بعد ما حضرتك جيت ممكن نخرج يومين بس في الاسبوع. فعلا؟ اه وممكن نرتبهم مع بعض من دلوقتي عشان ما نختلفش، يعني ممكن اخرج انا سبت وثلاث وانت اشبع بيها بقيه الاسبوع. دمك خفيف قوي يا طارق. بس المشكله يا استاذ طارق ان هي بعد ما تتجوز هتقعد في البيت، فمش هتعرفوا تخرجوا مع بعض. سمير طلع دمه اخف منك يا طارق. فظيع. بقول لك ايه، مش عارف شكله كده مش بيهرج، انا ده اللي حاسه بصراحه. على فكره انا هشيل رهان في رموش عينيا واحميها من الهواء الطاير. خلاص يبقى نخرج انا وهي الصبح في ميعاد الجورنال. بقول لك هتقعد في البيت، مفيش جورنال، مش هتخرجوا. سمير على فكره طارق بيصدق. ها هو انا بهزر يا روحي؟ الو نوج الحقي، البت ريما تتجوز تقعد في البيت؟ اه والله العظيم ده قفل موسم. لا بجد يا حبيبي، هي شقتنا هتبقى جنب الجورنال؟ مش هتفرق. هنجيب عربيه؟ لا هتقعدي في البيت. الو الهام الحقي، البت ريما تتجوز تقعد في البيت؟ اه والله العظيم قاعده دلوقتي هي وسمير الكبير ده وعمالين يتكلموا في التفاصيل بتاعت الجواز بتاعتهم. ايه يا حبيبي، هو انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ طبعا بتكلم جد. بجد ايه وشغلي؟ هي لازمه شغلك انت هتتجوزي. الو الهام، عرفتي البت ريما تتجوز تقعد في البيت؟ اه والله العظيم، وكمان احتمال تخلف وتغير للعيال كوافيل اللي هي المعفنه دي. امال فين دفاعك عن حقوق المراه؟ بلا حقوق مراه بلا حقوق انتساب، ده اكل عيش يا حياتي. بعدين يا الست ليها ايه غير ان هي تتجوز وتاخد حقوقها الشرعيه؟ طب وشغلي ومستقبلي؟ مستقبلي بصي بقى، انت تكتبي لي كل مصادرك وانا اشتغل. بصي النوتة دي كنت جايبها لك مفاجاه، يلا كل مصادرك بقى. ثانيه واحده فوزيه خليكي معايا، على فكره انا معايا نمره غاده عادل لو عايزه، واحمد عادل كمان. طب اديني رقم كده اخلص فوزيه الاول. طيب استنيني هنا. يعني ايه انت كنت كل ده بتضحك عليا من الاول؟ صوتك ما يعلاش. من الطبيعي ان انا اللي اشتغل وانت اللي تقعدي جوه البيت، ولما ارجع الاقيه انضف من تاكسي العاصمه. سمعتي؟ دول مقطعين بعض طالعين دلوقتي على المحكمه، اه ماسكين في شعر بعض كده رايحين جايين. بقول لك ايه، انا يستحيل اسيب شغلي. هي كلمه واحده، شغلك في كفه وانا والعيال في كفه. حماده سخن بيسهل بقاله اسبوع وانت تقولي لي شغل وكلام فارغ. لا يا ريهام، كله للعيال دي، ما فيهاش هزار خالص. عيال ايه انت كمان، انا اقصاك يا شيخه ليهي. بيتك اولى بيك يا هانم، ده المطبخ جوه طافح مواعين بقاله اسبوعين. ما تخربيش على نفسك يا حبيبتي، ستات اخر زمن. الله يحرق العولمه. ترمي عيالك لحمه حمراء. ماما ماما ما تسيبناش يا ماما، حرام عليك يا ماما. لا يا ماما لا يا ماما، ستات اخر زمن. ماما ماما ما تخربيش على نفسك. الله يحرق العولمه. بيتك يا رهاب، جوزك يا رهاب، عيالك يا رهاب، بيتك يا رهاب، جوزك يا رهاب. في ايه يا رهام، تمسك شويه مش كده؟ والله براوه عليك يا ام عماه، عقبال ما تبقي ام علاء يا رهام. ايه يا سناسخ يا اولاد، رهام الصحفيه النمكيه دي هترضع وتغير كوافيل. تعرف تخرج يا فيروس انت؟ ايه ده قدامك مستقبل علمي مشرق. ما انا عارفه. بصي انت واقفه ومعاكي انبوبه اختبار. ايه واقفة وجنبك كمان رفيق تجاربك العلمية. ايه وبعدين؟